un gouvernement redevable, mais en respectant les droits individuels. Marcel Bessica. السلام عليكم. سي با جوست سا. انا نشوف ما انتم تشوفوا ولا ما نشوفكش باهي. شوف مانيش مستانس بالميزانسين هذه. فوالا سي بيان. خاطر في الانفي انا نشوف السيستم والطلبه دونك تنجموا تكونوا الطلبه نتاعي. لا برشا. ما عادش تشوفوا هما. الو طلبوا مني باش نحكي لكم على ال نحكيكم على المعطيات الشخصية. Bien. مع المعطيات الشخصية le transparent a été fait en français mais on va s'en libérer. Donc يكون عندكم بعض المعلومات محطوطة على التابلو لكن يظهر لي باش نحكي معكم بالدارجة فيه ما دوبله لو بتكلم بالدارجة فنكلم على فرد وطيرة وفرد نمط. المعطيات الشخصية ما نعرفش تعرفوها ولا على كل حال كانت موجودة في الدستور بتاع 59 والدستور بتاع 59 لوحناه لأنه الشعب التونسي ما كانش يعرف شو في وسطه وربي يستر من دستور 2014 لكن على كل حال في دستور 2014 حصلنا على نفس الفصل اللي يحمي المعطيات الشخصية بتاع الأفراد ويظهر لي توانسة وقيت باش يفهموا شو معناها حماية المعطيات الشخصية باش يعرفوا شنو هي أهمية حماية المعطيات الشخصية وبالطريقة هذه ينجموا يدافعوا ويثمنوا ويدافعوا على الدستور 2014 باش ما يصيرلوش ما صار الدستور 59. دولة القانون بصفة عامة هي دولة الدولة اللي تكون فيها الدولة والمؤسسات نتاعها والإدارة محترمة للقواعد القانونية وعلى رأسها الدستور. لكن مش الدستور فقط لأن يعني الدستور فيه المبادئ وتطبيقهم يخلينا نكون عندنا قوانين اخرى تدخل في الديتاي وتدخل في الطريقه نتاع تطبيق هالقواعد هذه. المعطيات الشخصيه هي المعطيات اللي تهمنا الكل. الاسمنا واللقب نتاعنا وادريستنا وشنو هي خدمتنا وشكون بابا وشكون امي وقداش نصور ونمر بطاقه التعريف نتاعي وكل شيء ونمر الكارت جريز نتاعي ولا البلاك دي ماتريكولاسيون ونمر التليفون نتاعي وقتاش عملت تليفونات وقتاش سافرت وقتاش مشيت وقتاش جيت وفين خليت وقتاش عملت كارت كريدي هذا كله معطيات شخصيه. والمعطيات الشخصيه هذه لازم تكون محترمه من طرف شكون؟ من طرف سورتو الدوله لانه عشنا نحن على كل حال 50 سنه اللي تعداو بالنظام اللي استفيد كل ما واحد يعمل حاجه يقعد في قهوه مع فلان ويمشي للبقعه الفلانيه ويدخل في الجمعيه الفلانيه نقيدوا له في ورقه في بقعه من البلايص معطيات شخصيه نتاعو وهذا ايش خلينا ايش نعمل؟ يخلينا كل مره في باش ناخذوا قرار فيما يخص الشخص هذا ندخلوه يخدم ولا باش نرقيوه ولا باش نعطيوه فونكسيون بيان نشوفوا الاوراق هذه ايش كان ما يعجبناش نشطبوا عليه. هذاك علاش المعطيات الشخصيه هي شيء هام جدا وهو ماهوش منع ان الدوله تكون عندها والمؤسسات العموميه يكون عندها معطيات شخصيه بتاعنا لا اما لازم تكون كما قلت لكم الهلوبه عوينا عليها يعني نشوفوا شنو في وسطها ونجموا دونك نقولوا للدوله لا ما عندكش حق باش تحط انا مثلا شنو الدين نتاعي هذه امور شخصيه دونك ما تنجمش تكون في شيء ما تنجمش تكون تحط في شيء نتاعك لان حس انتني ولا شنو افكاري السياسيه دونك فما قواعد والقواعد هذه صار بعد جوبليتي بيان ترونسبارون في الدستور بتاع 59 على كل حال كان عندنا فصل تاسع يقول ان الحقوق هذه محفوظه ودونك المعطيات الشخصيه محترمه وتونس من كانت في الرتبه اول من اول 25 دوله عندها الرتبه نتاعها اللي دسرت هالحق هذا شكلي كمان اسي امبورتون وهذا صار من عام 2002 نحن ندخلوا في تعديل 2002 خايب وخايب وخايب وعملوا بن علي باش يعاون بيروحوا باش يشد بيروحوا لكن في كل حال كان في حاجات في الصيات نتاعهم مش خايبين بالكل منهم ايفيكتيفمون لا بروتكسيون دي دوني بيرسونيل سيتي لو 25 ايتا دون لو موند كي كونستيوناليز سي دروا والدستور 59 بعد هو جاء الدستور 2014 وعاودنا حطينا نفس الشيء ودونك في الدستور نتاعنا نحن نتاع 27 جانفي 2014 عندنا نفس الحمايه حمايه المعطيات الشخصيه لكن ايش عندنا؟ عندنا قانون
عندنا قانون اللي هو قانون 2004 اللي تعمل بعد التعديل بتاع 2002. شنو نلقاو فيه؟ نلقاو فيه كل المعطيات والمعايير الدوليه لحمايه المعطيات الشخصيه الكل، الا في حاجه برك، جاء المشرع في الفصل نتاعو 53 حتى 61 وقال فيما يخص الشخص الاشخاص العموميه من غير ما ندخل في الديتاي، هالاشخاص هذيا ماهيش elles sont pas soumises aux obligations de protection des données personnelles. يعني بلغة أخرى مفهومنا نحن كما نقولوها الدولة لدارة في زعمة دولة القانون ما تحترم حتى قاعدة فيما يخص معطيات شخصية الأشخاص. دونك ناخذ إكزامبل سا بيتر ان موفيز إكزامبل بيتر ان ميساج تونيسي سي اون بيرسون بوبليك اون انتربريز بوبليك. دونك وقت واحد يمشي يشري تذكرة نتاع طيارة نحطوا المعطيات الشخصية نتاعو، وهالمعطيات الشخصية هذه نورمال ما عندي الحق باش نشوف شحطوا في وسطها ولازمها تستعمل فقط حسب معايير معروفة. إيه بيان لأنه فما هالقانون نتاع 2004 ولأنه فما الفصل 53 إلى 61، إيه بيان تونيسي كما كل المؤسسات العمومية ماهيش أون توكا ملزومة باش تطبق هالقواعد هذه. وهذا قلناه وعاودناه وكررناه من 2002 من 2004 من 2004 من يصدر هالقانون هذا، وقلنا هذا راهو خطير جدا. ليش؟ لأنه تونس لازم تكون في وضعية معروفة في العالم كم بروتيجون لي دووا دي انديفيدو اي بروتيجون لي دوني بيرسونيل. علاش؟ لأنه الدول والمؤسسات الأجنبية الاقتصادية ولات عندها توا عادة كم عندها هي في بلادها تتكلف برشا لو تريتمون دي دوني عندهم هما، دونك شو يعملوا؟ يديلوكاليز لو تريتمون دون دي بيي اترانجي. لكن القاعدة تاع الدول المتقدمة هذيا هو أنه ما ينجم يمشي يهز المعطيات نتاع الأفراد اللي عايشين في بلاده هو تتخدم في دولة أخرى إلا ما الدولة هذيك تكون تحترم في المعطيات الشخصية نتاع الأشخاص. دونك تكون عندها قانون وتكون عندها هيئة تسهر على احترام المعطيات الشخصية. يعني اكل لي زونتربريز نسمع بهم نحن الكل نتاع لو تريتمون دي دوني نتاع لي زونتربريز اترانجير في بلادنا نحن نورمالمون لازمهم يلقاو في بلادنا نحن لو كادر جوريديك كي بروتيج لي دوني بيرسونيل ولا لوا دو 2004 بهال ديسبوزيسيونيت هذوما. دونك سي زارتيكل لا اي بيان خلات شنو خلات انه النظام القانوني في تونس ماهوش محترم للمعطيات الشخصيه ويخلي شنو هذا اقتصادي يخلي انترات المؤسسات هذه الكل تمشي تلوج في بقعة اخرى في المغرب ولا في اندونيسيا ولا في فيجي في مهما دولة اخرى تحترم المعطيات الشخصية نتاع الافراد. وهذا لابروف انه تونس رغم الدستور نتاعها ورغم القانون نتاع 2004 ما وصلتش للنيفو دو بروتيكسيون نيسيسير. وهذه لا كنيل في لا كوميسيون ناسيونال انفورماتيك ليبرتي نتاع فرنسا عاملة خريطة نتاع العالم وتوري شنو الدول المحترمين للمعطيات الشخصيه وتونس نلقاوها هي والمغرب نيفو نون اديكوا دو بروتيكسيون دو دوني سي سور. لانه هذايا سامحني نتاع هذيك الجزائر بلا غلط في الكولور لورانجي بي ديسبوزون توت فوا دون اوتوريتي دو كونترول ديسبوزون توت فوا يعني انه ماهيش محترمه لكن عندها هيئه تظهر على اونتر كيمي نورمالمون احترام المعطيات الشخصيه. هذا تلخيص اللي قلت الكل. وهذا حسب رأيي أنا ما دام الدستور يكرس مبدأ الحماية يولي عندنا قانون غير مكرس الحماية هو اوتوماتيكمون سيت اون فيولاسيون دو ليتا دو دووا وهذا يؤدي إلى مساءلة آخذي القرار دونك السياسيين في المسألة هذه. ونحن من 2011 وشفنا عديد النصوص صدرت في بعد 2011 وكنا نتصوروا انه الهيئه العليا خاطرنا معدين على الانتخابات الهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه كمان كان لها فرصه من 2011 باش اولا تحاول تقوم باقتراح تعديلات للقانون تاع 2004 باش يكون مطابق للمبدا اللي كان في الدستور وعارفينه باش يكون تكريس في الدستور الجديد وهذا ما قامتش به. وثانيا ما عملت حتى اكسيون باش حاولت ادراج هالهيئه هذه ما بين الهيئات الخمسة المدسرة في دستور 2014 اللي كان يعطيها قيمة أقوى
وهما كان وكان هذا شيء طبيعي، لكن aucune action n'a été faite وهذا حسب رأيي أنا engage indiscutablement donc la responsabilité des décideurs et bien sûr de l'instance elle-même et de sa direction. Et pour terminer, لأن العملية هذه ما وقفتش إلى الحد هذا، لأنه ما فماش احترام لحقيقة للمعطيات الشخصية من طرف الهيئات العمومية. Qu'est-ce qu'on a vu dernièrement? On a vu apparaître ça. Un avis d'appel d'offres من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و التكنولوجيا دانفورماسيون السنتويت كما كانوا يقولوا قبل على الهيئة نتاع بن عاشور. هذه سيدي الوزارة اش عملت؟ عملت ان ابل دوف بور فير كوا؟ بور لانسي اون اتود ريلاتيف ا لانستوراسيون دان سيستيم ديدونتيفيكاسيون اونيك دي سيتويان. واحد يقول هي حكاية فارغة هذه، شو معناها ديدونتيفيكاسيون اونيك؟ يعني ان باش نعملوا اتود باش نشوفوا نعطيو معرف وحيد لكل تونسي. اش يعني هذا؟ يعني أنه كل تونسي تدخل في معلومة تهمه في حاسوب من الحواسيب نتاع مهما هيئة عمومية تدخل بمعرف وحيد نمره هو بيه ما يتبدلش. وهذا يخلي شنو؟ يخلي أن النجم بعملية بسيطة جدا في مهما وقت النجم نجمع المعلومات الموجودة في الحواسيب العمومية الكل ونعرف كل شخص قديش نفس من تنفيسه في النهار ووقتاش مرض وشو ما الدوائر اللي خذاها etc. Vous m'avez dit, il y a la carte d'identité nationale, mais ce n'est pas encore fiable. La preuve que ce n'est pas fiable, parce que j'étais dans l'ISI 1, c'est qu'on n'a pas pu faire les opérations électorales et les fichiers électoraux de manière automatique. Et donc ce n'est pas très fiable. Donc, et c'est pour ça qu'il y a redevabilité. De la part des décideurs, on m'a talbou hatchei, c'est une fausse tatouille, le système de protection des données personnelles du TODES, eh bien, la voie était ouverte pour lancer ce genre de proposition qui, à mon avis, est inadmissible. Le périr, papa, le nesmi arfouch, sanat arbaoussabaï, wakti tawratou dette tawra secret, himayet matayet chaksiya de France, c'était suite à cela. Exactement ça. Akter men tletin sne el teri, wal arbaïn sne, wakti zhurt, fi France, la CNIL, en 78 avec sa loi informatique et liberté, il y a raïd à ce maïdan hadaïa, elle est un principe, ou en tout cas des règles générales adoptées un peu partout, c'était à cause du fait que l'Idara al-Fransawiya, Finhar Manhara, un projet qu'elle a appelé le projet Safari, qui était de créer un identifiant unique pour tous les Français. Au Kamat Lakhiyana, au Sarta loi 78, au Tamlet Lekni, au niveau européen, il y a des règles qui sont appliquées. إيه في العالم الكل هذا ينتشر، نحن 40 سنة التالي نبقاو روحنا في الوضعية نتاع فرنسا 40 سنة التالي. شيء مخجل، وهذا علاش؟ لأنه المؤسسات اللي حقها راعية وتقوم بحماية المعطيات الشخصية ماهيش قاعدة تقوم بالعمل نتاعها في تونس اليوم. شكراً.